اخبار يعني المسيره الفنيه ايه؟ انا انت لسه بتدرسي طبعا في معهد الموسيقى العربيه. لسه بدرس الحمد لله. الحمد لله السنه اللي فاتت حققت في الدراسه الاكاديميه يعني نجاح كويس، وطلعت الاولى على الدفعه، وده شيء مبروك. بالنسبه لي شيء مشجع بشكل كبير، حاجه تخليني افضل مستمره في الدراسه الاكاديميه. ومستمره كمان في الشغل العملي، لان انت طبعا اصلا طبيبه بيطريه وبتجمع بين الموضوعين. الحمد لله بيبقى مثلا هيبقى بعد دراسة الصبح العيادة آخر النهار، هنتصرف يعني. هل صحيح اللي بيتقال ده وبنشوفه بتغني للحيوانات احيانا كنوع من انواع العلاج؟ ده والله حقيقي؟ هو كنوع من انواع، كان لازم ايوه نجيب لك فيديو. ايوه كنوع من انواع العلاج. احنا بنستخدم الغناء او المزيك عموما كنوع من انواع العلاج النفسي للحيوانات، لان من ضمن الامراض اللي بتصيب الحيوانات في امراض ليها علاقه بالجهاز المناعي. الجهاز المناعي اول حاجه بتاثر عليه هي الاسترس او الضغط النفسي، فاحنا بنحاول نستخدم وبتحصل المزيكا او استجابة. الغناء. انا شفت ده كتير بره، ايوه وشفت ده في ناشونال جيوغرافيك وكتير ايوه وانيمال بلانيت وغيرها، بس هل عندنا والله يعني انا شفت دي استجابه، بتأثير؟ اسرع استجابه شفتها الاقي ان الحيوان نام وانا مشغله مزيكا او انا بغني له، الاقيه نام. بجد؟ والله فدي اسرع استجابه. فيما يخص بقى الحاجه بتحصل على طول، فيما يخص الحاجه اللي بتاخد وقت في العلاج، كل ما كانت نفسيته احسن كل ما كان يستجيب للعلاج اسرع.